بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن السعودي الشيخ محمد العتيبي أم السجين منصور مشعان العتيبي ل 13 سنة في السجن، قضيت قتل عقب ما حصل تنازل 50 مليون حصلنا على صك شرعي لا نقدر على سداده. أنا أشهد الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حفظها الله، وناشد ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ينظر لهذا الصوت وسميه بنوع صوتي من الأمراء السعودية ومن المسلمين ومن أهل الخير، والله يجزاهم عني كل خير، ومن الشعب السعودي ودول الخليج والله يجزاكم عنا خير، شيء لا يقدر على هلا الله سبحانه ثم أمرانا وفاعلين الخير، الله يجزاكم عني كل خير.